طيب دلوقتي احنا بقى معانا قصة تحدي لشاب من ذوي الهمم. هذا الشاب هو مصاب بشلل أو ضمور العضلات، قرر انه يتعلم مهنة، والمهنة دي صعبة جدا، المهنة دي اسمها مهنة الترزي الخياط. طبعا مش أي حد هيقدر يعملها، لأن هي بتحتاج مهارات، بتحتاج تركيز، مهارات ايد ورجل وتركيز، لان دي خياطه وفي ابره وفي تفاصيل كتير قوي كبير على فكره، انك تفضل مركز على القماشه اللي قدامك وبظهرك، يعني بتتحرك ان انت تعمل قماشه، دي مجهود ذهني وجسدي كبير طبعا. لكن هو قرر ان هو ما يستسلمش، وانه يشتغل ويكسب ويوفر احتياجاته، وبالفعل من المهنه دي قدر انه يتجوز ويبقى عنده اسره ويبقى صاحب محل كبير جدا لتفصيل وخياطه الملابس في محافظه القليوبيه. واعتقد زي ما هنشوف من خلال التقرير ان بقى في ناس كمان شغاله معاه. اسم مصطفى عبد الرؤوف حسن، مواليد 86. انا هنا بظبط ملابس، يعني حريمي ورجالي، بناطيل، عبايات حريمي، بلوزات، بظبط، بكوي، بغسل، بطبخ جلود، يعني في مثلا جواك الجلد بجددها بخليها كويسه جديده من بدل ما هي قديمه. تعبت شوية وأنا عندي 15 سنة كده، فأنا كنت بروح المدرسة والكلية وكنت سليم كويس، جالي شوية تعب كده خلوني ما بقتش أعرف أمشي وما بقتش أعرف أتحرك كويس. انا اصلا المرض بتاعي ضمور في العضلات، يعني كل حاجه في عضلات جسمي ضعيفه، فالمكنه مش محتاجه قوه شديده. ففكرت وانا في التعليم ان انا اعمل حاجه، اتعلم حاجه عشان تفيدني ومنها اعيش منها واستفاد احسن ما احتاج لحد. قررت اتعلم مهنه الخياطه، رحت عند ناس كتير وتعلمت عند ناس كتير صناعيه ومصانع، ولما تعبت خالص وبقيت قاعد ما بقيتش اتحرك فتحت محل واشتغلت، والحمد لله ربنا كرمني وشغلت معايا ناس والدنيا بقت كويسه، والحمد لله بحقق اهدافي واللي انا نفسي فيه من غير ما احتاج لحد قوي. اتعلمت المهنه دي، قعدت مثلا فيها 5 سنين ان اتعلم كويس وافهم الدنيا واروح واجي وكده، مع الظروف الصعبه في المشي والحركه بسبب الاعاقه. وممكن يكون واحد سليم على فكره، بس هو ايه، معاق في مخه، يعني ايه، ما عندوش اهداف، ما عندوش رؤيه للمستقبل، ما نفسوش يبقى حاجه في البلد، دايما بيتعول على اي حد. لا ان شاء الله الفكره دي ما جاتش في دماغي خالص، واتكلت على الله ثم على الشغل والفكر بالدماغ، والحمد لله دلوقتي ومتجوز ومخلف وعندي 3 أولاد زي الفل في مراحل تعليم مختلفة.